استمنا لقاء شبه يومي في جامعة الحيوان، لقاء بناجحين الجدد في امتحان البكالوريا من أجل احتضانهم وتعريفهم بعروض التكوين اللي تفتحها جامعة الحيوان في مختلف مؤسساتها الجامعية. استوي معلش الاقبال، لاحظنا الاقبال ما هوش بالكيفيه المطلوبه. كمي معناها من حيث الكم الاقبال كان ضعيف، ولكن من حيث الكيف والله الاقبال كان معناها مفيد للذين حضروا وللذين تفاعلوا. يبدو لي ان المشكله هذه مردها انه موقعش عمليه الاعلام وعمليه ابلاغ المعنيين بالاجتماع، ابلاغهم واقناعهم باهميه الاجتماع لم تتم في افضل الظروف في تقديري. وايضا ثم اجتماعات ينظمها مستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي في المؤسسات التربويه يعني في المعاهد، ربما هذه معناها الاجتماعات هذه معناها جعلت المعنيين بالامر مكتفين بما تحصلوا عليه. وثم زاد باش نكونوا واضحين، ثم اجتماعات موازيه تنظمها اطراف يعني جمعيات وغيرها عندها من ادوات الوصول الى الجمهور المستهدف ربما ما لم تمتلكه معناها جامعه الحيروان والاجتماعات نتاعهم. هذه الموازيه قانونيه؟ والله من الناحيه القانونيه معناها نجمش معناها يعني نجاوبك معناها جواب دقيق، لانه لا فماش ما يمنع من قيام الاجتماعات هذه اذا هي تحصلت على تراخيص، ولكن نحن نعول على تلامذتنا وعلى اولياء في التوجه الى المصادر المسؤوله والرسميه، المصادر معناها رسميه في استقاء المعلومه، لانه النشاط الجمعياتي للاسف الشديد في بلادنا معناها منذ سنوات طويله نشاط معناها لا احد يخفى عنه انه نشاط موجه وانه نشاط معناها الحزبي والسياسي بما معناها موجود فيه. على كل حال معناها نحن الغايه نتاعنا تربويه بالاساس، وهي مرافقه ابنائنا وارشادهم وتوجيههم نحو المعلومة السليمة ونحو المصدر الصحيح لاستقاء المعلومة، ومساعدتهم على إنجاز توجيه ناجح يفيدهم في بناء مشروع دراسي يكلل بالتوفيق والنجاح.